مع اقتراب ثورة تشرين من إتمام شهرها الرابع، وعلى الرغم من استمرار عمليات القمع التي أدت إلى سقوط أعداد جديدة من الشهداء والجرحى، إلا أن الناشطين يؤكدون تجاوز مرحلة القلق على الثورة بسبب الروح المعنوية العالية التي تطبع مواقف المتظاهرين والإصرار على المواصلة غير آبهين بحملات الاغتيال والخطف، لا سيما بعد زيادة أعداد الطلاب المنضمين لساحات التظاهر، إضافة إلى البيانات التي صدرت من زعماء عشائر في جنوب العراق وطالبت بوقف العنف ضد أبنائها المتظاهرين ملوحين بالنزول إلى مراكز المدن والمشاركة في التظاهرات. نعم اسمع شوف الرمي الحي جاي، اسمع الزوار جاي يحاولون ويانا يوميا، يجونا من كل جهة، يجونا منا بس ما يحاول، لأن أكو ناس غافلة على القضية، فما لا تراجع ولا استسلام. يعني يريدون أنه نرجع، أو يريدون نرجع لبيوتنا مثل ما يريدون ينهون الثورة، والحمد لله وشك الصامدين وباقين، ما يقدرون لا بهجماتهم ولا يقدرون إن شاء الله. وفي حين لا ترغب أي من أحزاب السلطة تجربة دخول العشائر على خط الثورة لما تمثله من ثقل اجتماعي، تأتي المواقف الدولية لتزيد من قلق تلك الأحزاب. تجلى ذلك في بيان سفراء 16 دولة غربية نددت بالقمع الحاصل ضد المتظاهرين، فيما يؤكد ناشطون أنهم تلقوا إجابة من الأمم المتحدة على رسائل وجهت إليها تطالب بالضغط على الحكومة لوقف التنكيل بالمتظاهرين. احنا طبعا سوينا تدخل الأمم المتحدة، الأمم المتحدة لازم تتدخل، احنا صارنا 100 يوم احنا نقول لازم تتدخل الأمم المتحدة، واللي هي مجموعة دول لازم تتدخل، لأن قمع ده يصير مو طبيعي. مو طبيعي يعني، طبعا ما عدا الشغلات اللي يسووها ما نريد نحكيها. المهم احنا هسه سلميه وباقي سلميه الولد شباب، ما حد يرجع، مستحيل احد يرجع. عم الميليشيات تعبتنا والدوله هاي تعبتنا الفاسده، الدوله كلها فاسده ترى، ما بيها لا، كل السياسيين فاسدين، خلي واحد يصير ويا شعب، خلي واحد ينصر الشعب، لا تقضيها عليه كفاكم تسويف ويجب علينا سلميه. عمي شباب جاي تروح هنا من عندنا، اخوان ابن عم ولدنا كلها تكتلت وكلها راحت، ذاك اليوم طبوا الخيام الناصريه كلها حرقوها، ليش ما تحجون؟ وفي موازاة الروح المعنوية العالية للمتظاهرين مع التحشيد لتظاهرات كبرى يوم الجمعة المقبل، تواصل الطبقة السياسية أسلوبها المراوغ للتغطية على قمعها الممنهج للمتظاهرين وتبرير تعاملها الوحشي معهم بحجج مثيرة للسخرية والغضب، صارت تمثل وقودا للشارع الذي اتخذ طريق لا عودة حتى تحقيق أهداف الثورة كاملةً.